أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا فرغ المؤذن من الأذان أو الإقامة وقال الناس بعده لا إله إلا الله، هل هذه بدعة؟ لأن هناك من يقول إنها بدعة. بدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة المؤذن وأن يقول مثل ما يقول. البدعة هذا القول، هذا هو البدعة. أما أنه يتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول في التهليل وفي غيره، هذا هو السنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.